سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانون. وبعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية وبإجماع الآراء قررت المحكمة حالة أوراق القضية للسيد الدكتور فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية إبداء الرأي الشرعي في شأن المتهمة نورهان خليل محمد عبد الله خليل، وحددت جلسة 18/2/2023 لإيداع تقرير النطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة وعلى النيابة العامة إحضارها من محبسها. وطلب المتهمة أن تحضر ما جهزته من مال مادي ليسكبه على أمها، وحاول إعمال السكينة بعقبتها فلم يفلح لأن السكين لم يكن مشحوزا. الظهور الأول لعم خليل، عم خليل جوز السيدة داليا الحوشي مشرفة عمال النظافة اللي توفت في ظروف أليمة جدا وغامضة جدا، وحتى الآن ما زالت القضية بتحمل الكثير والكثير من علامات الاستفهام. الإجابة على أي علامة استفهام موجودة عند عم خليل. عم خليل هيطلع لنا في بث مباشر، طبعا انتوا عارفين لكل السادة المشاهدين هو رافض ان يظهر بوشه لان المجتمع مش رحمه، لكن هو هيظهر بصوته وهيقول لنا كل، وهيرد على الاجوبة واستفسارات الناس اللي كل بيحاول بكل الطرق يوصل لها. ازيك عم خليل؟ ازي حضرتك يا استاذة؟ عامل ايه؟ الحمد لله نحمد الله. عم خليل احنا طالعين معاك، وطبعا بعد ما اثير من جدل على كل مواقع التواصل الاجتماعي عقب ما حضرتك لغيت توكيل الاستاذ محمد صفر، عم خليل هتقول ايه للرأي العام؟ والله يا استاذ انا بس عايز اوضح للرأي العام، انا عملت توكيلين ليه من بداية الامر يعني. انا زوج واب في نفس الوقت، زوج المرحومة داليا وابو نورهان المتهمة. انا وكلت الاستاذة هايدي المحامية علشان انا تدافع عن البنت علشان تعرف او تعرفني ايه اللي حصل في القضية، او البنت متهمة ايه او في ايه، والكلام ده انا قلته قبل كده ان انا ما كنتش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل. ووكلت الاستاذ محمد صفا، ووكلت الاستاذ محمد صفا علشان يجيب حق زوجتي رحمة الله عليها، يتكلم في موضوع التسنين وكده، وخصوصا ان الولد بيحاكم في القضية كطفل، والطفل في الدستور ملوش يعني ملوش حكم، هو اخره ايداع. تمام. بس ده السبب ان انا وكلت الاستاذه والاستاذ. تمام. ان انا اعرف الحق فين، وخصوصا انا كنت زيكم مش عارف اي حاجه. انا قضيت الايام الاولى من بعد الجريمه في النيابه والتحقيقات، مش عارف اي حاجه. فوكلت الاستاذ هايدي ووكلت الاستاذ محمد صفا. طب انا لغيت ليه التوكيل بتاع الاستاذ محمد صفا؟ اولا انا مفيش بينه وبينه اي عداء شخصي، والله القصه كلها ان الاستاذ ما جاش بجديد بس مش اكتر، لدرجه ان انا ابتديت استفز يعني من الاعلام، من المحامي بتاع الولد كمان. يعني اول امبارح الولد كان عنده جلسه، اتفاجئت ان المحامي بتاعه بيطالب له بالبراءه وبيقول ان البنت هي اللي عملت وسوت. الكلام ده استفزني شخصيا، وانا لغيت التوكيل والله مش لعداء بينه وبين الاستاذ، بس علشان انا عندي حد تاني ان شاء الله هو اللي هيكمل معايا في موضوع القضيه، لان حق زوجتي انا هفضل وراه طول العمر. حق زوجتك، وحضرتك قلت جزئيه مهمه جدا، قلت انا زوج السيده داليا رحمه الله عليها ووالد نورهان. تمام. طيب حضرتك اللي انا فهمته من كلامك ان انت كأب وكزوج بتدور على الحقيقه مش وفي نفس الوقت الحق. المفروض الكلام ده زي الراي العام كله. تمام. الناس تهمها تعرف الحقيقه. في حاجه غريبه حصلت في القضيه. اولا البنت من حقها تدافع عن نفسها، ومن حقها تتسال مره واثنين وثلاثه، وده اللي انا بطالب بيه دلوقتي. بطالب ان هم يعيدوا محاكمه البنت، او يعيدوا حتى سؤالها على الاقل، يدونا فرصه نعرف الحق فين. ليه انا بقول كده؟ انا مربي ولادي لله الحمد. بنتي جامعية مدرسة، مش ممكن يكون في علاقة بينها وبين الولد ده،
ما اقصدش علاقه غير سويه، انا اقصد ان في سبب ادى لكده. الولد ده كان بيبتزنا بشكل من الاشكال، ابتز البنت بشكل من الاشكال، سواء كان هو او اهله، لانه دول من يعني من بيئه ريفيه وناس لهم علاقه بالسحر والكلام ده كله. الله اعلم ايه اللي حصل. هو انا مش حقي كاب اعرف ايه اللي حصل في بيتي؟ اعرف ازاي الجريمه دي حصلت؟ يعني هو في اب او ام في مصر كلها هيصدق ان ضناه يعمل كده في امه؟ ده انا لو شفت بام عيني مش هصدق، ده انا لو شفت بعيني بنتي بتقتل امها عمري ما هصدق. ما بالكم كلام على ورق. وطبعا انا ما بشككش في احكام القضاء ولا بشكك في اقوال النيابه ولا اي شيء، والله انا يهمني ان انا اوصل للحقيقه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي ضار؟ ينفع قضيه زي كده العالم كله بيتكلم عنها تتقفل بالشكل ده بدون ما نعرف ايه وجه الحقيقه؟ ده انا بنت حتى ما بتخشش مطبخ، عمرها ما ذبحت فرخه. بتتكلموا ازاي؟ الناس اللي بتتكلم دي هي مصدقه الكلام اللي هي بتقوله؟ الناس اللي بقالها شهرين بتتكلم عننا مصدقين الكلام ده؟ طب في اب وام في مصر كلها ولا في الوطن العربي يصدق اللي حصل ده؟ طب يا عم خليل، بص يا عم خليل، الناس دايما هترد عليك بالكلام اللي هو هي اعترفت. الكل بيقول ده هي اعترفت، حتى الردود كلها بتقول مشكلتك انت غير مقتنع وده حقك، لكن هي معترفة. ردك ايه على ان هي معترفة؟ رد تاني، انا لو شفتها بام عيني، لو شفتها بعيني بتقتل امها برضه مش هصدق. طب اوصف لنا. وما بشككش في اقوال النيابة والله ولا في اقوال البنت، بس انا عايز الفت نظركم لحاجة. النهاردة البنت ليها ثلاث روايات، الولد له ثلاث روايات، ولما نزل جلستين غير اقواله مرتين كمان. فين الحقيقة؟ فين الحقيقة من الكلام ده كله؟ من حقها تنسأل في سبب يا اخوانا، يعني اسألوها، عيدوا استجوابها تاني زي ما حصل مع الولد. ليه البنت ما حدش استجوبها؟ ليه ما حدش سمع سؤالها؟ هي أصلاً ايه الضغط اللي يعني كانت واقعة عليه؟ هي في عالم تاني، انت مش ملاحظ ان هي ما بتعملش؟ طبعا طبعا طبعا. احنا كلنا النهارده اي مجرم يا جماعه، اي مجرم، اي مجرم والله لو خد حكم 5 سنين ولا 10 سنين بينهار في المحكمه، بينهار. البنت كانت في حاله تانيه خالص. في انسان سوي في الدنيا يبقى بالثبات ده وهو بيتحكم عليه بالاعدام؟ هو الكلام ده ما حدش فكر فيه؟ مش ممكن والله، دي بنت مش طبيعيه تماما تماما. انا مش بدافع عنها بس بقول نعرف الحق فين. السؤال ده المفروض بيشغل كل اب وام، مش بنعلق مشانق وبننصب نفسنا قضاه. يعني انا بطالب تاني بإعادة محاكمتها وإن احنا ناخد سؤالها، نسألها إيه اللي حصل؟ الولد ده ابتزها إزاي؟ دخل البيت إزاي؟ اتفضلي يا أستاذ. عم خليل، دلوقتي البنت كانت في حالة لا مفيش أي رد فعل، لا بالسلب ولا بالإيجاب، يعني هي لا بتبتسم ولا بتضحك ولا بتقشر ولا أي حاجة. طب هي دي ردود أفعال حد سوي؟ لا طبعًا مش طبيعي. حضرتك ليه يعني دلوقتي بتطالب وبتطالب الرأي العام أو بتطالب القضاء بإن هم يعيدوا استجواب نورهان تاني؟ أيوه بالظبط، هي عندها لغز يا أستاذة، في لغز وفي كلام كتير ما قالتوش. في كلام كتير البنت ما قالتوش اكيد، يعني كانت منهاره مثلا، مضغوطه، ايه تفسيرك لل الله اعلم. ما انا ما اقدرش اشكك في الكلام ده والله، ايه اللي حصل وكده؟ انا عشان كده وكلت 2 محامين. اما انا ما اعرفش ايه اللي حصل، امال انا وكلت المحامين ليه؟ المفروض عشان ندور على الحق، مش قضيه وخست في يوم وليله ونطالب بالقصاص ونطلع نهلل قدام الاعلام كل شويه وجبنا القصاص والكلام ده كله. انت ما جبتش حاجه وانت ما عملتش حاجه، وكلامك مش هيغير في احكام القضاء العادل. يعني كلام حضرتك في الراي العام والكلام موجه مش هياثر في حكم القضاء العادل. انك تقول مش هيتقبل الدم ولا الحق والتنازل بالحق المدني ولا ولا ولا، الكلام ده يعني يرجع للقضاء، مش انت اللي حضرتك تقول ولا تحاول تأثر بيه على كلام الناس. انت المفروض من الأمانة المهنية انك توصل الحقيقة للناس، من الأمانة المهنية ان كنت إعلامي او صحفي او محامي توصل الحقيقة للناس. انت عايز تقفل قضية زي كده عمرنا ما سمعنا عنها في حياتنا بالشكل ده؟
هو ده الحكم الرادع؟ الحكم الرادع ان انا صاحب الدم وبحاسب في الدم واللي سفك الدم بيكرم في دور رعايه؟ هو ده يرضي ربنا؟ يعني شهرين ثلاثه ولا ايه ماشي بالشارع؟ يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ مش كفايه الخسائر اللي خسرناها؟ انتوا ازاي مش حاسين بالمصيبه اللي احنا فيها؟ تطلع تهلل وتنتقد وتعمل انت او هي او هي؟ ده حرام والله، ده حرام، وخدتم في الاعراض واعراض الموتى كمان، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. يا اخوانا فكروا بالعقل، كل اب وام يقدر يتخيل ان ضناه ممكن يعمل كده فيه؟ مش ممكن، مش ممكن، ولا عمرنا سمعنا الكلام ده، وخصوصا ان مفيش داعي، احنا اسره متماسكه والفضل لله. كل اللي يعرفنا والمحيطين بينا يشهدوا بالكلام ده. الست الوحيده اللي طلعت قالت كلمه حق العالم كله هاجمها، اللي هي كانت محبوسه معاها. ايه اللي غصبها انها تقول كده؟ ان واحده تطلع تشهر بنفسها وتقول انا كنت محبوسه وفي قضيه اموال عامه، عشان ايه؟ هي لا تعرفنا ولا تعرف نهان ولا من طرف حد. واسالوها هاجمتوها على اي اساس؟ انتوا صمتوا اذانكم عن الحقيقه، محدش فيكم عايز يعرف الحقيقه، المهم الترند وعدد المشاهدات وخلاص، بدون مراعاه لمصايب الناس. انا ما بتكلمش عشان مش قادر اتكلم، مش ان انا بترفع يعني ولا في وادي تاني، انا فعلا وحرفيا اقسم بالله ما قادر اتكلم. انا راجل مريض بس عايز اعرف الحقيقه. حرام اخسر مراتي واخسر بنتي وبقيه الاسره كلها اتدمرت، واللي سفك الدم بيكرم في دور رعايه؟ طبعا انا ما بعقبش على احكام القضاء تاني، ده على القضاء على دماغي واحكام القضاء عادل، انا ما بعقبش على احكام القضاء. عم خليل، هقول لك على حاجه وهنخاطب بيها الراي العام. الناس كلها طبعا لما عرفت مجريات القضيه كانت متحامله بشكل قوي جدا على نورهان. انت طالع للراي العام تقول له ان انت اب وزوج، وان انت زي ما بيقولوها نارك نارين يعني، فبالتالي انت بتدور، انت لا قادر تصدق ان بنتك عملت ده وفي نفس الوقت منهار على دم زوجتك، لا عارف قادر تتقبل الوضع ولا عقلك متقبله. ده اللي انا فهمته منك، صح كده؟ مظبوط، بس انا مش حته، انا مش قادر اصدق، لا انا على يقين تام ان بنتي ملهاش علاقه بدم امها لا من قريب ولا من بعيد. طيب دي شهاده هقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. اصل انا اللي ربيت يا استاذه، معلش، انا اللي ربيت 21 سنه، انا اللي ربيت وانا اللي عاشرتهم. طب وصف لي كده نورهان كانت عامله ازاي؟ وانا اللي عارف. حضرتك اسالي كل اللي يعرفها، اسالي ان اولياء الامور اللي بتدي دروس في بيوتهم، اسالي الجيران اللي احنا عايشين معاهم، دول كانوا اختين، مش ام وبنتها. العلاقه بين مراتي ونورهان والله العظيم اختين، شهاده هقابل بها ربنا سبحانه وتعالى، مش ام وبنتها. ولو فرضنا ان ام وبنتها قلنا البنت وحشه، الست محدش عارفها واتكلم في حقها كلمه وحشه. الست الله يرحمها ما كانتش جبروت، دي كانت بلسم، مرات رحمه الله عليها كانت بلسم، كانت والله العظيم كانت بتاكل البنت في بقها يا ناس، اقسم بالله العظيم. طيب اكتر من كده ايه يعني؟ وايه الداعي؟ وايه ايه الداعي ان بنتي هتقتل امها؟ حد يقول لي ايه الداعي؟ عايزك تتكلم عن نورهان. ناس كتير ما تعرفش حاجه عن نورهان غير تفاصيل القضيه، والناس كلها انا هقول لك واضحه، يعني مش عايزين يعني نذبحك بالكلمات، ولكن هنقول لك ان الناس متحامله عن نورهان لان التفاصيل ودلول الدلائل الاثبات بتقول كده. انا لما اجي اسالك كأب بقى ربى البنت، بص يا ست كل الناس من حقها تتحامل على البنت علشان في روح بريئه راحت. انا نفسي زعلان ومش مخلصني اللي حصل، ومش طالع ادافع، انا عايز اعرف الحق والحقيقه فين. حق ربنا ان انا مش مصدق ان بنتي لها علاقه بدم امها من قريب ولا بعيد، وده ملوش دعوه بالتشكيكات ولا اقوال النيابه ولا القضاء، عشان محدش يقول ان انا بعدل على القضاء ولا اقوال النيابه، كلام الناس دي مصدق وعلى دماغي، بس في حقيقه غايبه دلوقتي بان هو يعيد استجوابها. بالظبط بالظبط، نعرف الحق فين. قضيه زي كده شغلت الراي العام والوطن العربي كله، تنتهي بالصوره دي؟ يعني يرضي ربنا سبحانه وتعالى اخسر الاثنين وحياتي تتدمر واولادي يتدمروا وانا نفسيا انسان مدمر مش عايش؟ قضيه تنتهي بالشكل ده؟ يعني محدش فكر؟ محدش حط نفسه مكاني
وحاول يفكر حتى بالعقل بعيد عن الاوراق والبروباجندا والاعلام، الناس اللي قاعده على المصاطب وبتتكلم في الاعراض وبتخوض وعماله تالف. قسما بالله انا اتالف عني الف ليله وليله، انا وبيتي واسرتنا وعم وكل حاجه، كل المحيطين بينا اتاثروا واتضروا بسبب كلام الراي العام. طب فكر معايا شويه يا اخي، ايه الداعي؟ فكر بعقلك كده، بلاش كلام انا كاب. انا هسالك، اتفضلي يا استاذ. نورهان بنت جامعيه جميله، بتشتغل كمان دروس ومعاها فلوس، بيجي لها دخل شهري رغم ان هي طالبه جامعيه في كليه تعتبر كويسه جدا وان شاء الله ليها مستقبل كمدرس لغه عربيه زي ما بتدي دروس. البنت كمان على درجه عاليه جدا من الجمال، تمام. احنا شفنا مواصفاتها الشكليه، حد مهتم بنفسه كمان بالظبط. ايه اللي يخلي واحده زي نورهان تبص لواحد زي ما هو ده السؤال اللي الناس كلها لازم تساله، ايه الرابط بين الاثنين؟ ازاي هيبقى في ميكس بين دي وبين دي؟ معلش يا استاذه، اتقدم لها ناس جامعيين والله وناس على خلق، وهي مخطوبه لانسان محترم ومن اسره محترمه، مفيش داعي، مفيش اي ترابط بينها وبين الولد. ما هو ده السؤال اللي بنوصله، الولد ابتزها بايه؟ البنت عندها اقوال ما قالتهاش، عشان كده بطالب بسؤالها. لازم المحكمه تعيد سؤال البنت تاني، ده لازم، ده مطلب شرعي. هو انا المفروض اسلم كده من اول جلسه واقول طب ما انا من اول الامر قلت انا مستعوض ربنا سبحانه وتعالى، بس بالشكل ده يعني احاسب في الدم وبنتي تروح والولد ده بيكرم؟ ما يرضيش ربنا يا جماعه. نفكر بالعقل، ايه سبب الجريمه؟ ايه الداعي؟ طب انا بقى يعني فرضنا ايه بقى عدم اقتناعك؟ اكيد ورا عدم اقتناعك بقول لها، ما انا حضرتك انا اللي عشرت وانا اللي ربيت وانا اللي عارف بنتي، والله العظيم بتخاف من يعني مجرد الشخطه بتنططها، اقسم بالله العظيم الصوت العالي بيخوفها، والناس اولياء الامور اللي بتدي في بيوتهم دروس شاهدوا بالكلام ده، ان صوتها حتى مش مسموع وهي بتدي الدرس للولاد، مش بنتي، مش شخصيتها ولا الكاريزما بتاعتها. حضراتكم شفتوها في المحكمة، إنسان سوي هيبقى بالثبات الانفعالي ده؟ في إنسان سوي هيبقى بالثبات الانفعالي ده في المحكمة؟ مش ممكن والله. هو ليه ما حدش بيفكر؟ هو ليه انتوا علقتوا المشانق؟ ليه عايزين تخلصوا القضية كده في يوم وليلة؟ أنا من حقي أعرف إيه اللي حصل. يعني انت عايز بنتك يتم استجوابها وبتطلب من القضاء وبطالب بطالب القضاء العادل يديها فرصه تسمعها ونعرف ايه اللي حصل. الولد ده والاسره المجرمه بالكامل دي قدروا يبتزوا البنت بايه؟ وصلوا البيت ازاي؟ حضراتكم شفتوا البنت وشفتوا الولد، يعني في علاقه بين الاثنين ازاي؟ هتربطوا بينهم؟ هتعملوا بينهم ميكس ازاي؟ ازاي؟ معلش على الاقل يعني هتمشي مع اللي شبهها، انا اسف في الكلمه يعني. لا هو وضع انما ازاي يعني ازاي ولد انتوا بتصنفوه طفل هو طبعا اكثر من 18 سنه بس ما لا تعقبها لاحكام القضاء، ازاي هيبقى في بينهم ميكس؟ مش ده السؤال؟ مش دي حقيقه احنا المفروض نعرفها؟ ولا تبقى الضحيه ضحيتين والبيت كله اتدمر وهو شهرين ثلاثه ولا ايه في الشارع؟ ايه هيكون رد فعلي كأب؟ ايه هيكون رد فعلي لما اعرف ان الولد دوت بقى في الشارع في يوم وليله؟ اي اب في الدنيا ممكن يعمل ايه؟ الان بنحرها فعلا يعني، وهو اللي قتلها. الولد اعترف ان اللي هو اللي قتل من الالف للياء وما خدش اي حكم يا استاذه شيماء، ده هو عنده حكم بالاداع سابق، حكم بالاداع من شهر 6 اللي فات وما قضاهوش، فالقصه كلها ان رجع لمحبسه تاني، رجع لدور الرعايه تاني بناء على الحكم القديم. انا مراتي ما خدش فيها شهر. ازاي الكلام ده؟ ازاي 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 بيتصنفوه على انه طفل؟ فرضنا ان هو طفل قدر يخش يدمر بيت وينحر ست بالطريقه البشعه دي اللي عتاة المجرمين ما قدروش يعملوها، ازاي هو قدر يعمل كده ولحد الان بندافع عنه وبنقول طفل وقانون طفل ودستور؟ حتى لو دستور نطالب بتعديله، نطالب بتعديله، لان كده حرام. طفل ايه اللي هيعمل كل المشاكل دي في بيت؟ طفل ايه اللي هيسفك دم انسانه بالطريقه البشعه دي؟
يعني ده طفل ازاي؟ بيصنف ان هو طفل ازاي؟ هو احنا حبينا ان احنا نخلص من قضيه ونقفلها على كده؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش قضيه شغلت الراي العام تنتهي كده بشكل اخر. اتفضلي يا استاذه. بس ركز كده معايا، انا عايز اسالك في ايه دلوقتي. معنى علامات الاستفهام اللي انت بتقولها وعدم تصديقك لاي حاجه من الادله اللي هي بتقولها، انا ان انت متوقع حاجه او في حاجات عندك جواك انت شاكك فيها ان هي ممكن تكون موجوده داخل القضيه دي، وهي هنعتبرها ان هي الفجوه على حد كلامك انك انت محتاج استجوابها تاني البنت، وان هي عندها كلام تاني محدش يعرفه، وان انت شايف ان رد فعل نورهان يعتبر غريب جدا عنها. إيه انت قلت من شوية ناس بيشتغلوا بالسحر حاجات كده، وقلت كمان احنا سمعنا من بعض اقوال المحامية ان في كتب فعلا اكتشفتها عندها فعلا للسحر في البيت والجن والحاجات دي، حصل فعلا كده؟ انا فعلا لقيت كتب زي كده موجودة في مكتبتها، وانا ما كنتش اعرف عنها حاجة. ليه ما اعرفش عنها حاجة؟ مش عشان انا عشان انا راجل ارزقي بشتغل حوالي 14 15 ساعة في اليوم، وزوجتي رحمة الله عليها يعني بقى لها 20 سنة على ذمتي عمرها ما اشتغلت، ما اشتغلتش الا في الفترة الأخيرة لمدة 8 شهور بس من يوم ما اتجوزتها علشان تساعدنا على المعيشة وتساعدني ان احنا نجهز البنت ونسطرها، وده مش عيب. فأنا كنت غايب عن البنت عن البيت، والمفروض ان الأم هي اللي بتدير البيت. فاتفاجئت بموضوع وجود الكتب ده في مكتبتها يعني الجن؟ كتب عن الجن ولا معظمها عن السحر والجن. معظمها واسامي الكتب دي موجوده، والكتب موجوده في بيتي، والبنت كاتبه كومنتات في الكتب دي لحسن حد يقول ان انا جايب الكتب دي مثلا من بره او كده. وفي كومنتات ليها موجوده في الكتب، ولو يعني الناس حابه ان احنا نظهر الكتب دي نظهرها. وبالنسبه بقى لموضوع السحر والاعمال وكده، ده كلام انا سمعته عن اهل الولد عشان ما اتهمش حد بالباطل. الكلام ده انا سمعته عن اهل الولد، هم مش من هنا، هم من المنزله من بيئه ما يعلم بها الا ربنا. الولد ده الله اعلم هيطلع ابن حلال ولا ابن حرام، ولا هيطلع منين، ولا دول ابو امه ولا مش هيطلعهم، لان انا بسمع كل يوم كلام. لان هو فعلا رفع قضيه عشان اثبات نسب 2015 فعلا، وفي محامي طلع اتكلم في القصه دي يا جماعه والله العظيم، وقال ان الست جات لي وعشان تطالب بدعوى نسب، جات لي هي وابو الولد عشان ارفع لهم دعوى نسب. وايامها المحامي بيقول ان هو عمل لهم القصه دي بطريقه انسانيه ايا كانت، الله اعلم. الولد مولود في الشارع، ما فيش اختيار مواليد، فشهاده الميلاد طلعت بناء على ايه؟ تمام، ما هو ده اللي بنتكلم فيه. شهاده الميلاد دي طلعت ازاي؟ شهاده الميلاد طالعه وموثقه ولا يجوز الطعن فيها، بس الاختيار اللي اتعمل بيه شهاده الميلاد اختيار مزور مش قادرين نوصل له. ليه؟ عشان الدفاتر في المحكمه شديد يعني اتحرقت ما عادش موجوده. فالاختيار اللي اتعمل بيه شهاده الميلاد هو المزور. المفروض المحامي اللي طلع يتكلم وقال الكلام ده يعني لو عنده شهاده لله يطلع يقولها، يعني ما يرضوش حتى ان الولد يعمل جريمه زي كده ويتنصل منها وما ياخدش اي حكم، وما كانش حد غصبه ولا حد يعرف حاجه عن قضيه النسب دي، عن دعوى النسب دي. هو مشكورا اللي تفضل وقال، وانا برضه بستسمعه وبترجاه لو عندك اي معلومه تفيدنا بموقفنا ده علشان الولد ما يهربش من العقاب، اطلع قدمها ايا كانت، اطلع ساعدنا يا اخي لله، اطلع ساعدنا. اتواصل مع الاستاذ صفا واتكلم معاه، الاستاذ مش عارف يوصل لحاجه، الاستاذ ما وصلش لجديد، وده سبب ان انا لغيت التوكيل. مش لعداء شخصي بينه وبينه خالص، مفيش بينه وبينه اي حاجه. ماشي اوكي، ايه بقى السبب الاساسي اللي خلى حضرتك فعلا تلغي التوكيل؟ علشان مفيش جديد يا استاذه، الاستاذ ما وصلش لحاجه ومش بايده، هو مشكورا دور واشتغل وكل حاجه. وامانه ربنا انا عندي ناس تانية تواصلت مع محامين تانيين وقالوا ان هم يعني يقدروا يعملوا يعني ياخدوا خطوه في الموضوع ده ان شاء الله. فانا عشان كده ان شاء الله تعالى هوكلهم، وده دليل على ان انا مش عاوز اسيب حق مراتي زي ما الاستاذ قال. انا لا يمكن هفرط في حق مراتي، بقولها للمره المليون، مش هسيب حق مراتي باي شكل. انا مش هتكلم كلام يديني طبعا باي شكل، بس النهارده يا اخوانا لو يعني كل اب يحط نفسه مكاني. انا النهارده لو كام شهر لقيت الولد في الشارع، بالله عليكم انا ممكن اعمل ايه؟ بالله عليكم يعني هيبقى انا موقفي ايه معاه، انا او غيري؟ يعني
يعني ازاي ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ الاسره كلها اتدمرت بسبب شيطان كلب. ما تبصوا لبيته، بصوا لبيت الولد ابن الحرام ده جاي منين، الاب مش ابوه والام جايباه منين؟ الله اعلم، انا ما اقدرش اتهم حد، الله اعلم عشان ما حدش ياخد كلام عليا، بس بيئه ما يعلم بها الا ربنا. هاجمتونا احنا الضحايا ليل نهار ليل نهار، الاعلام بيهاجمنا احنا ومحدش بيتكلم على الولد. هو انتوا عايزين القصاص من مين؟ يهمكم الحق ولا الترند والمشاهدات؟ انتوا عايزين الترند والمشاهدات ولا تعرفوا الحقيقه؟ المفروض بتقولوا دي قضيه راي عام، يبقى المفروض الراي العام يبقى راي عام عادل، عادل يعرف ايه الحق، ايه الحق وايه اللي جرى. هو في حد يصدق ان ابنه ولا بنته يعمل فيه كده؟ انتوا ازاي علقتوا مشانب ونصبتوا نفسكم قضاة؟ طب ما تشوفوا بيت الولد، ما عقبتوش ليه على الحكم بتاع الولد؟ ما حدش ليه بيتكلم عنه؟ ليه انتوا مصدقين ان ده طفل؟ هو ده اقصى عقوبه ممكن توقع على طفل يا استاذه. انا معاكي، القاضي وقع في امكانه، ما فيش في امكانه ان هو يوقع. ما انا مش معارض، انا مش معارض حكم القاضي، بس بقول بس في نظر الراي العام ان ده مش طفل. الولد ده يخش ب 18 سنه. مين اللي قال الكلام ده؟ محامي زي اللي طلع الاستاذ محمد عبد العليم، طلع قال انا رفعت لهم دعوه نسب، ولما امه جت ترفع دعوه النسب هو وابوه، كان الولد كبير كده كويس، ولما اترفعت دعوه النسب قعدت في المحكمه سنه مثلا، والولد اتأيد سنه 2008 وهو رايح مثلا عنده 3 سنين ولا 4 سنين. طيب ما تقوله. طب الاستاذ لما الصحفي ساله ايه، قال لهم دعوه النسب معايا وصحيفه القضيه معايا وانا هقدمهم، وما قدمهمش. طب ليه الاستاذ ده ما يجيش شاهد؟ ليه الاستاذ ما يقولش كلمه حق؟ طيب يساعدنا لو عنده معلومه، يساعدنا لله علشان ولد زي كده ما يهربش بجريمته وهيتسبب في جرائم تانيه. الولد عنده جريمه من شهر 6 اللي اخذ فيها حكم ايداع، وبعد كده عمل مشكله تانيه بعد منها شهر او 2 في نفس حي الفيروز، قضيه تانيه في اسم تاني معموله باسمه، والجريمه الثالثه اللي هو عملها. بالله عليكم ده يصنف طفل؟ اكيد لا، اكيد لا. عم خليل انا هقول لحضرتك برضو على سؤال كل الناس بتساله. حضرتك مش مقتنع؟ هو طبعا احنا هنوجه رسالته للراي العام ان احنا نرحم الراجل في ظروف هو ملوش يد فيها. هو بين يوم وليله لقى زوجته مقتوله وبنته متهمه بجريمه قتل وملابسات كتير، وزي ما فهمنا عن حياته الشخصيه راجل بيشتغل 15 ساعه في اليوم، راجل ارزقي زي ما وصف نفسه، فبالتالي هو مفوض زوجته بالتعامل مع الابناء، وبقى لها 20 سنه قاعده في البيت ما بتشتغلش، فبالتالي هي المسؤوله على كل كبيره وصغيره في البيت. السيده داليا الحوشي فعلا واجهت صدمه علاقه بنتها بالولد. الكل كان غير مقتنع بالتفاصيل حتى الان. الراجل قال كلام لينا كلنا وهعيده تاني على مسامع الجميع. الراجل قال دلوقتي عم خليل بيقول انا بنتي لو حتى هتعرف واحد مش هيبقى ده. قال الجمله ودي صعبه على اب يقولها، لكن قالها. قال يعني هي لما هتعرف واحد هتعرف ده لف من بيئتها ولا من كليتها، هنقول انها حبت واحد، هتحب ده ازاي؟ هو مش مقتنع بفكره ان واحد من البيئه دي وبالشكل ده وجاهل مش متعلم وبيشتغل شحات يعني وبيلم زباله ومن بيئه بالشكل ده واصغر منها في السن وشكلا حتى غير مهندم وهي حد شكلها مختلف تماما، ازاي هيكون في علاقه؟ كان كلامه واضح وصريح، ده انا حاولت اختصره للناس. هسالك سؤال بقى كل الناس بتسال، اخير. طبعا بدون دخول في اسماء او تفاصيل، حضرتك لما قمت بالغاء توكيل المستشار محمد صفا او المحامي محمد صفا، المستشار محمد صفا انت لغيت التوكيل طبعا ما اخترتوش، بس اخذت اجراءات قانونيه؟ تمام، وفعلا اخترته فعلا، بس هو لسه الاختيار ما وصلوش. اخترته فين؟ اخترته في المحكمه. في المحكمه يعني عملت اختار رسمي؟ بالظبط عامل اختار رسمي. يعني انت بعت تبليغ ليه؟ بالظبط. طيب. والقصه كلها مش لعداء شخصي بيني وبينه، بس علشان الاستاذ مشكورا برضه لانه كان متطوع من الاول، ما قدمش جديد او ما قدرش يوصل لحاجه. انا عندي ناس تانيه تواصلت مع محامين تانيين عشان حق مراتي ما يروحش، ان شاء الله ممكن يفيدوني في موضوع تسنين الولد او اثبات السن الحقيقي للولد.
ده السبب الوحيد ان انا لغيت التوكيل للاستاذ صفا. تمام. وكانت في جزئيه تانية انا مش عايز اخدها، هي مسار كلام وكده، بس ربنا اعلم بالنوايا لان انا ما كنتش مش فاهمها، وهي موضوع الادعاء بالحق المدني. انا طبعا في بدايه الامر كان كلامي مع الاستاذ صفا ان ما بلاش موضوع الادعاء المدني، قلت له حتى لو بنتي، حتى لو بنتي مدانه تاخد جزاها بس مش بايدي، لان مفيش اب في الدنيا يا جماعه هيوكل محامي ضد بنته. ما يعقلش كلام، ما يعقلش ابدا. هو في اب في الدنيا هيوكل محامي عشان يعدم بنته؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. بس انا متاكد ان هو الموضوع حصل فيه لف عشان يجيب حق. بالظبط، ده كان كلام بالظبط. اخوات مراتي، اخوات زوجتي رحمه الله عليها، عملوا الاستاذ صفا توكيلات، حوالي 5 توكيلات علشان يسنن الولد او يثبت السن الحقيقي للولد. ولما قالوا لي يا خليل انت مش عايز تجيب حق داليا؟ قلت لهم لا طبعا انا عايز اجيب حق داليا. فقالوا لي اعمل توكيل للاستاذ صفا. فقبل ما اعمل التوكيل رحت له قلت له يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك انا حتى لو بنت مدانه يبقى خلي يبقى خليها تاخد جزاها بس يعني مش بايدي. ما ينفعش لو حتى مدانه تاخد جزاها مش بايدي. والاستاذ صفا توعد لي اقسم بالله العظيم ان هو ما له علاقه باي البنت بالبنت تماما. انا بقى كل اللي زعلني موضوع ادعاءه بالحق المدني وتضامنه مع قرار النيابه. يعني انا كاب هوكل حضرتك عشان تخش تجيب لها اعدام؟ لا طبعا. الله اعلم بنيتي وربنا اعلم بنيتك، وانا ما بشككش في حضرتك ابدا، وبقول ان الموضوع كله حصل فيه لبس، وحضرتك مشكورا عملت اللي عليك الغاء للتوكيل عشان في ناس تانية ان شاء الله ممكن تفيدني ان انا اجيب حق مراتي بس مش اكتر، مش لعداء شخصي بينه وبينه. راجل محترف ومحترم وانا بكن له كل الاحترام. هو طبعا ليه حق ان هو يزعل بان كل التفاصيل الخاصه بيه اتحطت على الانترنت. انت ليك مسؤول عن حاجه؟ انا مش مسؤول طبعا عن الكلام ده كله يا استاذ. انا ما رفعتش اي حاجه ولا انا بشهر بالناس، انا لا بشهر بحد ولا انا لسه بقول ده الراجل مشكورا لانه كان متطوع من الاول وما قاليش اعمل لي توكيل كلمه حق. انا اللي عملت له التوكيل، بس انا عملت له التوكيل علشان موضوع تسنين الولد مش علشان ادعاءه بالحق المدني ضد بنتي. مفيش اب في الدنيا هيسمح يعني هيعمل كده، يعني هوكله يجيب بنتي اعدام مثلا؟ لا مش ممكن، مش ممكن انا هعمل كده طبعا. فهو حصل لبس في الموضوع مش اكتر، عشان ما شككش في نوايا حد، حصل لبس في الموضوع مش اكتر. وسبب الغائي للتوكيل للمره الاخيره ان انا في ناس تانيه اتكلمت معاهم، محامين تانيين، وممكن يفيدوني في موضوع التسنين ده ويجيبوا لي حق مراتي بس، ما عنديش كلام تاني. يعني معنى كلامك ان انت مش لغيت التوكيل ومتنازل عن حق السيده داليا، لا انت هتقوم بتوكيل ناس تاني، محامي تاني ان شاء الله تعالى. والاسبوع الجاي هطلع وهثبت الكلام ده، الاسبوع الجاي ان شاء الله لو في نصيب انا هطلع وهثبت الكلام ده تماما، مش عشان انا متنازل. انا مش هسيب حق مراتي مهما طال بيا الزمن. اعز انسان عندي في الدنيا زوجتي رحمه الله عليها، ما تستحقش انها تموت بالطريقه البشعه دي، بس مش لدرجه ان الناس تطلع تستفزني والمحامي بتاع القاتل يطلع يطالب له بالبراءه في الجلسه بتاعت اول امبارح. يعني حد يتحمل الكلام ده؟ الولد كان عنده جلسه اول امبارح، المحامي بتاعه بيطالب له بالبراءه ليه؟ عشان مش لاقي حد يرد عليه. امال انا موكل المحامي ليه؟ انا موكل محامي ليه يا جماعه؟ انا موكل محامي ليه عشان يطلعوا يستفزوني كده كمان؟ مش كفايه المصيبه اللي احنا فيها؟ طب الناس وللاسف الراي العام كله، انت ليه قناعه؟ احنا بنحترم راي كل بني ادم، وكل انسان يعني لازم نقدر انك اب وانك ربيت بنتك، وان الدم سواء كان من المجني عليها او الجاني دمك، البنت المتهمه بنتك والام المقتوله زوجتك، فحضرتك في موقف لا تحسد عليه، موقف صعب جدا، ومش اي حد هيقدر يقدر انت في موقف شكله ايه. احنا طلعنا معاك وكان ليك طلب ان انت عايز الراي العام او بتطالب القضاء باعاده فتح باب التحقيق، صح كده؟ بالظبط. وعايز يحققوا معاها تاني مع بنتك تاني، ليه بقى؟ علشان برضو الحق ما ظهرش وفي حلقات كتيره مفقوده. اللي حصل ده حصل ليه؟ ايه الدافع منه؟ وانا تاني مش طالع ابرأ بنتي من حبل المشنقه. انا قناعتي الشخصيه اللي هقابل بها ربنا سبحانه وتعالى ان بنتي ملهاش علاقه بدم امها لا من قريب ولا من بعيد.
كل اب وام في مصر ربى هيصدق كلامي ده. كل اب وام في مصر عندهم ولاد مش هيصدقوا غير كده. وطبعا ده بعيدا عن احكام القضاء، انا بحترم حكم القضاء العادل، بس في اسباب الله اعلم بها هتبان امتى، لما ان شاء الله يسالوا البنت دي. انا ده من حقها ومن حقنا ومن حقنا وراء اجابات ثانيه. يا استاذه، هو في ده رد فعل انسان محترم في قضيه، يعني انسان سوي في قضيه زي كده، في جلسه زي كده البنت هتتكلم ازاي؟ اقسم بالله العظيم كلها مستغربه، اقسم بالله العظيم الثبات النفسي اللي هي كانت فيه ده يدل على انها مش طبيعيه، دي انسانه مش موجوده تماما. ده الواحد لو ده انا راجل لو دخلت خدت سنه ولا بتاع انا هنهار هقلب الدنيا. انا اسمع ان هم المتهمين بيصوتهم من الاحكام اللي بتطلع. حد يتخيل ده وضع بنت عمرها ما دخلت اسم، بنت جامعيه، يبقى ده رد فعلها في محكمه زي دي، محاكمه زي دي؟ لا لا لا، كلام مش مظبوط. بس للاسف الناس مغمضه نفسها عن الحقيقه، الناس عايزه الترند والمشاهده. وكل اللي شتم وخطف الاعراض النهارده انا مش متوقع منه ان هو يجي يغير رايه ولا يتعاطف معايا ويطلع نفسه غلطان. لا لا لا، انا عارف ان هو بعد اللايف هيكمل الكذب والادعاء ويكمل الاتهامات وكل حاجه. لنا الله، انما انا هفضل ورا الحقيقه لحد ما اموت. ودم مراتي برضه مش هسيبه، انا مش بعمل كده عشان اتنازل عن دم مراتي. انا وضحت نقطه الالغاء ليه، وبقول ان الاستاذ محمد صفا مشكورا راجل محترم وهو كان متطوع من الاول. انا لغيت التوكيل عشان حاجات تانية، بس مش طالع النهارده ان انا برأ بنتي ولا دافع عن بنتي. لا، انا اللي ربيت مش انتوا اللي ربيتهم، انا عارف ولادي وضعهم ايه. بلاش تصدقوني، اسمعوا كلام الجيران، اقعدوا مع الجيران، اقعدوا مع زميلاتها، اسمعوا، حاولوا تدوروا على الحقيقه. ولا هي الحقيقه هتبقى من خلال من لسان ده لسان ده، من اليوتيوبر ده لليوتيوبر ده، كلكم نسخه واحده كربون بيشفهم. الكلام اللي بيتقال هنا هو اللي بيتكلم بيتقال هنا، هو اللي بيتكلم هنا، مفيش جديد، محدش مكلف خاطره يعرف الحقيقه فين. انا مش مصدق للاسف ان احنا في مصر بالشكل ده. البنت ما اعترفتش، البنت ما اعترفتش على نفسها، البنت لحد المحكمة اللي سمعها قالت أنا ما قتلتش لا من قريب ولا من بعيد، والبنت ما اعترفتش على نفسها، والبنت ما اعترفتش على نفسها. أنت القضية داخلة في 600 ورقة يا جماعة، القضية داخلة في 600 ورقة، فيها حوالي 8 أقوال مختلفين. للأسف اللي بيسرب اللي بيسرب الأوراق من القضية اللي عايز يدين، بس كل واحد علشان يأكد حجته بيجيب جزئية معينة من القضية ويعرضها. كل واحد عشان يأكد وجهة نظره بيجيب جزئية معينة من الأوراق من التحقيقات وبيعرضها. محدش يهمه يعرف الحقيقة فين، محدش يهمه. النهارده لو راجل حقاني قول لا ده حصل، ده في رواية واحد اتنين تلاتة، ورواية واحد اتنين تلاتة وهكذا. ابتدي فكر يا أخي، سيبك من الأوراق وحكم عقلك، سيبك أنت من الأوراق وحكم عقلك. بنت جماعية 20 سنة ولا عمرها دخلت اسم ولا تعرف حاجة عن الكلام ده، تحيات ايه وورق ايه وكلام ايه. وطبعا النيابة على دماغي والقضاء على دماغي، ما بشككش بكلام حد، بس انا كل اللي بقوله في اكتر من رواية، والاخر مرة بقول بنتي مالهاش صلة بدم امها لا من قريب ولا من بعيد. اللي عايز يصدق يصدق، كل واحد عنده عقل او كل واحد عنده ابن او ذرية يشوف كلامي ده منطقي ولا مش منطقي. حضرتك قبل ما نختم اللقاء ليك طلب مباشر للرأي العام، هتقول ايه؟ هقول ساعدوني، بس ساعدوني ان احنا نوصل للحقيقة، ساعدوني ان احنا نستجوب البنت تاني، نطالب بإعادة التحقيق للبنت تاني. الحلقة المفقودة دي على الأقل من حقنا نعرفها، ازاي الولد ده ابتزنا، ازاي قدر يخش يدمر أسرة كاملة، مش ده اللي يهمكم؟ ازاي الولد ده يفلت بجريمه زي كده يا جماعه؟ محدش بيتكلم عنه ليه؟ محدش بيتكلم عن حكم الولد ليه؟ ده انتوا ناسيينه تماما، متعمدين ما تذكرهوش. ما ينفعش، اللي يهمه الحقيقه يحاول يوصل صوتي. انا كل اللي بقوله نطالب باعاده التحقيق تاني، وحكم القضاء على دماغي، ما بشككش والله في حكم القضاء ولا اوراق نيابه ولا اي حاجه. أنا كل اللي بطالب بيه يعني إن يبقى عندنا رحمة وموضوعية، نتكلم في الموضوع ده حصل أو ما حصلش. أنت مصدق ولا مش مصدق؟
انا عامه بقول لكم انا مش مصدق وهفضل ادافع عنها ان شاء الله لحد ما اموت. طيب عم خليل، انا مش هدخل معاك في تفاصيل، لكن في جزئيه الناس كلها بتسال فيها عايزك ترد عليها. حضرتك تعرف حاجه عن موضوع حسين؟ ولا اي حاجه والله، والله ولا اي حاجه. ده ولد كان بيلعب بلي في الشارع، اهله ناس مجرمين، الحي كله بينبذهم. وتاني انا قلت لحضرتك انا بنزل يوميا 10 صباحا، برجع 1 بالليل، 1:30 بالليل، وهكذا. ده الروتين بتاعي، ارزاقي زي اي حد والله العظيم. من 10 صباحا برجع بيتي 1 بالليل، ساعات بقعد باليومين ثلاثه ما بشوفش ولادي، بنزل وهم نايمين وبرجع وهم نايمين. مفيش كلام من ده تماما تماما. شكرا ليك جدا يا عم حسين. شكرا استاذ. شكرا يا عم خليل، معلش عفوا ليك. طبعا لكل مشاهدينا ولكل متابعينا، احنا دايما بنحاول نظهر الحقيقه. عم خليل من امبارح للنهارده الاقاويل كتير والحوارات اكتر، وكان لازم يطلع للاعلام بنفسه ويرد على ايه اللي ورا ان هو يلغي التوكيل. وطبعا كان الرد النهارده يعتبر قبل حتى البث، انا ما اعرفش الرد ده، هو قال وكان قرار صادم، قال ان فعلا هو هيوكل محامي تاني عنده الحجه ان يقدر يثبت سن حسين انه مش سنه 15. يعني معنى الكلام ان هو مش متنازل خالص عن حق الدم في داليا، لكن هو شاف ان في محامي اخر ممكن يثبت ده، فبدا يدور في الوقت اللي قدامنا، يعني باقصى وقت ممكن انه يثبت ان حسين هو سنه مش 14 ولا 15 سنه، وان هو اكبر من كده. طبعا دي كان الاستفسار الاكبر، كمان جاوب على اسئله كتيره جدا لكل المشاهدين ولكل المتابعين. قال ان هو كأب في نفس الوقت زوج عايز حق زوجته، ومش مصدق كأب ان بنته تعمل كده. قال كلام كتير قوي ولازم نقوله للمشاهدين، لان ده صوته ولازم نوصله. صوته بيقول ان هو بيطالب القضاء العادل بان هم يستجوبوا للمرة التانية بنته، وان يتم استجوابها تاني. طب ليه يا عم خليل عايز بنتك تستجوب؟ انا بنتي ما اتكلمتش خالص، انا بنتي مش طبيعيه، انا بنتي يعني انا اسفه ان انا هقول لك، ان هقول الكلمتين اللي انت قلتهم لي، انا نفسي اضربها كده على وشها فوق، لان هي ما بتنطقش، ما بتديش اي علامه استجواب، يعني انا حاسس انها في غايبه عن الوعي. اللي هو عايز افوقها وتفوق وتتكلم، اكيد في عندها تفاصيل احنا ما نعرفهاش. طبعا هو كلامه كله كرد اب ربى بنته وما شافش منها كده. هو على كلامه على حد قوله بيقول بنتي رقيقه جدا، ملهاش لا بتشوف دم ولا عمرها مسكت، يعني هو ما قالش الكلام ده يمكن، ولكن هنقول لك تاني، ممكن تقول للناس هي بنتك مش بتخاف من الدم، قول بس قول للناس اللي انت قلته لي. اه طبعا بنت حتى ما بتخشش مطبخ حتى، يعني لا بتمسك سكينه لا 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 ولا اي حاجه من دي والله. ولا اي حاجه من دي. قال ان بنته بتخاف من الدم جدا، وانها ما بتشوفش دم، وانها عمرها ما ذبحت فرخه حتى ولا ليها في اي حاجه من دي. وقال كمان انها ما بتمسكش كوبايه، ولو كوبايه اتكسرت ما تعرفش تلمها. قال حوارات كتير، هو ده اللي جواه مش قادر يصدق. احنا حاولنا نوصل صوته وبنوصل اللي قاله، لان ده حقه، احنا كاعلام لازم نوصل صوته. كمان لكل الناس اللي متابعينا ومتابعين القضيه عن يعني عن كسب وعايزين يعرفوا التفاصيل، هو قال كلام قوي جدا. قال انا مش متنازل عن حق داليا، وفي نفس الوقت انا مش متنازل عن ان نورهان تقول الحقيقه، وحاسس ان في حاجه غلط. كمان صرح لنا تصريح مهم جدا، وقال كمان ان في كتب سحر عند بنته، وان في لقى الكتب وفيها تعليقات بخط ايدها، وقال لو عايزني اني اجيبها لكم وتعرضوها على خطاط هتلاقوا ان البنت كاتبه جوه الكتب دي تعليقات، وقاريه الكتب من اولها لاخرها سواء كانت بتاعه السحر او الجن. طبعا هو ما يعرفش كل ده، وفسر بانه ما يعرفش ده وانه غايب عن المشهد بانه هو بيشتغل اكتر من 15 16 ساعه في اليوم. احنا حاولنا نوصل صوته، لان صوته جاوب على استفسارات ناس كتير، وهنضم صوتنا لصوته. هو بيقول ان هو عايز الناس والرأي العام يطالب معاه بان يتم استجواب بنته، او بنته تفوق من الدوامة اللي هي فيها وتقول عندها ايه مخفي. هو شايف ان في فجوة في القضية، وشايف ان في كلام عند بنته، وعنده يقين تام بان في كلام عند بنته ما تقلش. احنا معاكم وحاولنا نوصل صوته زي ما قال. كنا معكم بالبث المباشر من محافظة بورسعيد.